الممثلة كيم مي سو ترحل عن عالمنا بشكل مفاجئ، وصدمة تخيم على عائلتها وزملائها ومعجبيها. الموت قد ينذر البعض من خلال المرض أو تقدم العمر، لكنه حين دق ناقوس الممثلة الكورية كيم مي سو كان أشبه بالخطف، إذ فاجأ جميع من أحبها ومن كان قريباً أو بعيداً منها. رحلت كيم عن عمر لم يتجاوز 31 عاماً، تاركة خلفها الكثير من الأعمال الدرامية التي لعبت فيها أدواراً حازت بسببها على شهرة واسعة، وكان من بينها مسلسل سنو دروب الذي أدت خلاله دور يو جانغ مين وهي إحدى صديقات يون يونغ رو في السكن. كذلك ظهرت كيم في أعمال معروفة كهيل باوند وهاي باي ماما وذا سكول نيرس فايلز ويامي سيلز. انتشرت أخبار وفاة الممثلة الشابة على منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية منها والعربية، إذ إن بعض الأفلام كانت قد تمت ترجمتها إلى اللغة العربية، ما جعل لها جمهوراً عربياً أعرب عن صدمته بالخبر أيضاً من خلال تويتر. تعيش عائلة كيم حالاً من الحزن والصدمة بسبب فقدان ابنتهم من دون أي تمهيد نفسي لهم، وقد أصدرت وكالتها لاندسكيب انترتينمنت بياناً طلبت فيه نقلاً عن عائلتها من وسائل الأعلام لامتناع عن التكهنات والشائعات حول أسباب وفاتها، كي يتسنى لهم أحياء ذكرى فقيدتهم، إذ إن الأسباب غير معروفة حتى الساعة.